سيد عثمان، يعني أعود والحديث عن تشكيل الحكومة ودور الكرد في ذلك. القوى الكردية ربما الآن هي حائرة فيما يتعلق بمنصب رئاسة الجمهورية، ولكن مع هذا ما زالت القوى الكردية كسابقاتها في كل الانتخابات هي بيضة القبان التي تعادل وتحسم الأمر، ليس تعادل ما تحسم مخرجات هذا الحوار والصراع السياسي فيما يتعلق بتشكيل الحكومة والكتلة الأكبر. دائما يقولون الكرد بأنهم لا يريدون أن يكونوا طرف، هم مع الجميع، ولكن لابد أن يكون لهم في آخر المطاف موقف معين. كيف ستؤول إليه الأمور؟ موقف الكرد مع من سيكون؟ مع الأغلبية أم مع التوافقية؟ نعم، مساء الخير لكم ولضيفكم الكريم من بغداد. المشهد السياسي في العراق مشهد معقد إلى حد وشائك، والموقف الكردي من البداية ولحد الآن موقف صريح من العملية السياسية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. واليوم بعد زيارة السيد هادي العامري إلى أربيل واجتماعي مع السيد مسعود البرزاني رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الحكومة ورئيس أقليم كردستان، وبعد اجتماعهم طلعوا بيان من مكاتب الإعلام وأكدوا على موقفهم السابق بأن الأحزاب الكردية أو الحزب الديمقراطي الكردستاني وبالأخص لم يكن طرفا مع أي طرف شيعي أو عراقي ضد الطرف الآخر، وأن موقفهم ثابت وأنهم يؤكدون على وحدة الصف الوطني وعلى وحدة الموقف في هذه المرحلة بالذات، المرحلة الحساسة التي تمر بها العراق. لذلك ولكن بعد هذا نلتمس أن مع هذا الموقف وخاصة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم صرح السيدة فيان دخيل المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن الحزب مصر على موقفه، ولكن لديه حدود، وهذه الحدود تقف في حدود المواقيت الدستورية المحددة حول تشكيل الحكومة العراقية، وفي وبعدها سوف يكون الحزب مواقف أخرى، ولكن لم توضح ما هذه المواقف. وأعتقد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وخاصة الآن هي معنية أكثر لأن لها ثقل أكبر في العملية السياسية وحاصل على 31 مقعد في البرلمان العراقي، فهي الذي سوف تحسم هذه الأمر بشكل أفضل أو مؤثر أكثر. نعم. ولكن مع هذا فإن في داخل البيت الكردي هناك اختلافات وهناك عدة مرشحين لرئاسة الجمهورية. ولم طيب سيد عثمان، إذا سمحت للبحث عن مخرج للأزمة مع القيادات الكردية ليس الحل الأنسب، على اعتبار أن الكرد هم الأقرب للتيار الصدري، ولكن برأيك هل ستكون هذه هي آخر جولة مباحثة وبعدها سيتم الحسم النهائي لشكل الحكومة وفي الغالب ستكون حكومة أغلبية وطنية؟ الذي نلاحظه الآن في مرحلة تشكيل الحكومة العراقية مختلفة جدا عن سابقاتها، فإصرار السيد مقتدى الصدر على حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية فهي محدثة في العملية السياسية العراقية، فكان الحكومات السابقة مشكلة على التوافق السياسي بين كل الأطراف الفائزة داخل البرلمان العراقي، ولكن إصراره في هذه المرة على هذه الشكل من الحكومة أثر بشكل مباشر على البيت الشيعي والبيت الكردي وحتى البيت السني، ولحد الآن هو مصر على هذا الموقف. ولكن أن ما نلمسه من مواقف الأحزاب الكردية فهي متجهة نحو حكومة توافقية أكثر، لأنها لحد الآن ترى الأحزاب الكردية وخاصة الحزبين الرئيسيين بأن الحكومة التوافقية في هذه المرحلة بالذات للعراق سوف تكون الأمثل من حكومة أغلبية وطنية. لذلك وبماذا تختلف هذه المرحلة عن سابقاتها؟ صار على موقف الحزب على وحدة الصف وعلى سيد عثمان لماذا تختلف هذه المرحلة عن سابقاتها؟ الأحزاب الكردية مصر على ما جربنا احنا، كل الحكومات السابقة كلها حكومات توافقية، ايش حصل البلد غير الفساد والمحاصصة وهذا إلي وهذا إلك وطمطم لي وطمطم لك، اكو غيره حصلناها رحمة لوالديك؟ نعم استاذ اللي يعني لم يكن هناك شيء في النظام الديمقراطي باسم التوافقية السياسية، فهذه التوافق السياسي بدعة
ابتدعوها الأحزاب السياسية في العراق بعد 2003، وخاصة في 2005 أول انتخابات أجري في العراق. فهذه الحكومة التوافقية كبدعة حدثت داخل العملية السياسية في العراق، ولحد الآن هناك أطراف متمسك بهذا، وخاصة ما نلاحظه من مواقف الإطار التنسيقي الشيعي وخاصة بعض الأحزاب الأخرى، فإنهم يؤمنون بأن الظرف السياسي في العراق والمرحلة التي تمر بها العراق تحتاج إلى هكذا نوع من الحكومات. ولكن إذا رجعنا إلى مبادئ الديمقراطية، فإن الديمقراطية هي مبنية على حكم الأغلبية مع احترام حقوق الأقلية، فهذه الديمقراطية. سيد عثمان اسمح لي أن أوجه سؤال للسيد خالد. سيد خالد، كل شيء وارد بالسياسة ولا سيما السياسة العراقية، ولكن أن يكون هنالك شرط مسألة عزل المالكي عن مسألة أو موضوع تشكيل الحكومة، هذا الشيء لربما سيكون له مآلات كبيرة ستؤثر على مستقبل الحكومة المشكلة، وهذه سابقة خطيرة. أول شيء لدي تعقيب بسيط فيما يتعلق بالتوافقية. التوافقية هي تدخل في إطار المرحلة العراقية بعد 2003، الديمقراطية التوافقية، يعني كان أجدى بالقيادات السياسية العراقية والصف الأول أن تكون لمدة 4 سنوات، ثم نتحدث عن تصحيح مسار النظام البرلماني بالأكثرية بالأغلبية السياسية وتتحول الأقلية، لا نقول بأنها طائفية أو قومية أو مذهبية، لتشكيل حكومة الظل أو ما يسمى بالمعارضة الإيجابية التي تقوم مسار عمل النظام السياسي العراقي. في العراق بعد 2006 شوهنا التجربة النظام البرلماني، واليوم هنالك من يتحدث بعقد اجتماعي وسياسي جديد، ومن ثم نتحدث أيضا عن الانتقال إلى النظام الرئاسي بهذا الخصوص، لكننا بالحقيقة نحن شوهنا في إطار الممارسات الخاطئة لتشكيل طبيعة تشكيلات الحكومات السابقة من حكومات الوحدة الوطنية والشراكة، ولم تنتج استقرارا ولم تنتج شيء للمواطن العراقي، بل زاد من ترهل المناصب والفساد الإداري وسرقة الأموال العراقية وما أنتج أيضا من سيطرة تنظيم داعش على ثلث مساحة العراق. هذا أولا. أما فيما يتعلق اليوم بالاشتراطات، كل ما اليوم يتم التداول حوله حول اشتراطات هنا وهناك، أنا أتوقع هذه الاشتراطات هي تدخل في إطار بنية تجاذبية أو تصارعية في داخل البيت الشيعي، وهذه البنية أيضا التصارعية موجودة اليوم في البيت الكردي. لا نقول بأن هنالك استقرار اليوم في داخل المكونات أنفسها، حتى مسألة اليوم رئيس الجمهورية وترشيح الدكتور برهم صالح واعتراض الحزب الديمقراطي على هذه المسألة، لكن الكل يريد أن يضمن مصالحه بالدرجة الأولى، ومن ثم نتحدث عن على ذكر المصالح سيد خالد الحكومة ومن ثم مقدمات على ذكر المصالح. هنا أريد أن أتحدث عن وجهة نظرك فيما يتعلق بالمصالح الإيرانية. إيران شو تريد بالضبط؟ تريد توافقية لو أغلبية؟ اليوم قاآني يعني بالأمس أو اليوم قاآني ذهب إلى النجف، زار ضريح الإمام علي عليه السلام، زار مرقد والد السيد مقتدى ومرقد أبو مهدي المهندس، ولم يزر مقتدى الصدر، ومع هذا ذهب إلى بغداد والتقى بقادة الإطار التنسيقي. هذا يعطي انطباع بأن الإيرانيين ربما يكونون زعلانين من مقتدى شوية. لا بالتأكيد، أول شيء اليوم الداخل العراقي اليوم منقسم على ذاته، وبالتأكيد أن أتوقع إيران اليوم لديها الكثير من الملفات، ليس فقط في إطار الملف العراقي. والشيء الثاني أن إيران أيضا تبحث عن خياراتها ومصالحها، لكن هذه الخيارات والمصالح اليوم تجد بأن هنالك من يتحدث عن مصالح وطنية عراقية وهنالك مشاريع وطنية. إيران تتحدث عن البيت الشيعي واستقراره، وبالتأكيد هذه تعتبر مصلحة أساسية في إطار مواكبة إيران واعتراف إيران كأول دولة جارة للعراق بالنظام السياسي بعد 2003، ولديها مصالح ولديها أيضا علاقات اقتصادية. لا نتحدث فقط عن الجوانب السياسية والتأثير ودور إيران واللاعب الأمريكي في عملية إخراج الحكومات العراقية، لكن أنا أتوقع هذه المرحلة تختلف جذريا بشكل حقيقي وواضح، والتأكيد على أن التيار الصدري وقوى أخرى عراقية تريد أن تتحدث بأن الذي يمكن من خلاله أن ينتج هذه الحكومة هي الأيادي العراقية بدون أن نتحدث عن المؤثرات الخارجية. المؤثر الخارجي أنا أتوقع كان سيئا في عملية التدخل في أكثر من مشهد، ولو كان للمؤثرات الخارجية دور كبير جدا للاحظنا هنالك استقرار في العراق ما
بعد 2006، هذا واحد. ولا لاحظنا هنالك استقرار في لبنان أيضا بسبب التدخلات الخارجية. فإذا التدخلات الخارجية لا تحمل عقباها، لكن نحن نعول على الجوانب الوطنية ورجال دولة حقيقيين يستطيعون أن يدوا بدلهم في تأسيس مشروع حقيقي جديد للعراق. قوامها المصلحة العراقية، أين هذه المصلحة؟ نتوقع هذا مكفول للقوى السياسية العراقية أن تتباحث وتتحاور وتتحدث عن المصالح العليا لهذه الدولة. أما أن نتحدث عن مصالح فئوية أو حزبية أو كتلوية أو قومية بدون أن نتحدث عن مصلحة المواطن العراقي، فهنا نعيد إلى صورة 2006 و2005 والتأكيد تنتج حكومة لا تستطيع أن تقدم شيء للمواطن العراقي. نعم. طيب سيد عثمان، بعد الحديث عن الزيارات المفاجئة من بعض القوى الإيرانية إلى الأراضي العراقية، يعني برأيك ما التبخ التي تعد الآن، وهل ستلحق بالمفاجآت بالعراق، وهل لديك رؤية وتصور حول ما سيحدث في الأيام القادمة على الصعيدين الأمني والسياسي؟ التأثير الإيراني على المشهد السياسي العراقي والأمني تأثير كبير، وفي العمليات السابقة حول العمليات السابقة لتشكيل الحكومات العراقية كان لها تأثير، وكان لها قرار الحسم في بعض المناصب وفي بعض اختيارات الأشخاص. والآن بعد انسحاب الأمريكي وانسحاب قواته العسكرية من العراق في إطار الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعت بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية، فالإيرانيون مع أنهم مشغولون جدا بمفاوضاتهم حول الملف النووي مع أمريكا ودول مجلس الأمن، ولكن العراق بالنسبة لهم مهم جدا، والذي يحكم في بغداد مهم جدا بالنسبة لإيران. فزيارة قاآني إلى بغداد والتقائي بالمسؤولين العراقيين أكيد حامل رسالة من طهران، وأن هذه الرسالة فيها خطوط ودائرة التي يريدها الإيرانيون أن يكون العراق أو شكل الحكومة العراقية المقبلة كيف يكون. لذلك أعتقد أن الإيرانيين أول زيارة أعتقد بعد ما بدأ المفاوضات أو الحوارات حول تشكيل الحكومة العراقية أو آخر أو أول زيارة للقاءاني إلى العراق، فأكيد أنه يحسم عدد من الملفات، لأن لهم تأثير ولهم ثقل على الساحة السياسية وعلى العراقية وكذلك على المسار الأمني بشكل عام. نعم. ولكن لحد الآن لم نستطع أن نتكهن كيف يكون هذه التأثير وكيف يكون هذا المطلب الإيراني وشكل الحكومة التي يريدها الإيرانيون المقبل. نعم، نود أن نشكرك على انضمامك معنا السيد عثمان باشقال، كان معنا عبر سكايب من أربيل المحلل السياسي، والشكر موصول للدكتور خالد عبد الإله عميد كلية العلوم السياسية الجامعة المستنصرية.